طيب بالعقل النهارده، وانا هتكلم مع حضراتكم في كذا موضوع، موضوعين، موضوع خاص بالحكام وموضوع اخر خاص بالمعلقين، معلقين المباريات او معلقين الرياضه. خلينا نبدا مع حضراتكم بالتحكيم بس. كلنا شايفين ان هناك اخطاء واضحه وصريحه في الاسابيع الثلاثه بتاعه الدوري. وجهه نظري يجب على لجنة الحكام ان هي تشتغل على هذه الاخطاء. يا جماعة كل المباريات فيها اخطاء، كل الماتشات فيها اخطاء. هو بيريرا بيعمل ايه؟ لازم يكون له دور مميز. ولكن خلي بال حضراتكم من الكلام، هو مش حضرتك اديت لكلاتنبرج فرصة وكل الناس اشادت بكلاتنبرج الا نادي واحد او الا شخص واحد في نادي واحد هو اللي مشى هذا الرجل من مكانه؟ ادوا الراجل فرصته، ادوا بريرا فرصته. لكن النقطة الأهم دلوقتي بعيدا عن استمرار بريرا من رحيله، ما عنديش مشكلة، الناس اللي كانت موجودة قبل كده في أسوأ فترات التحكيم المصري ما تنفعش ترجع تاني. ما ينفعش، ما ينفعش الاحتواء، عصر الاحتواء واروح البروتوكول واطلع الحكم وانا قاعد جنبه، اطلعه في التليفون وانا قاعد جنبه، اخليه يخش مع كابتن شوبير عشان يقول كلمتين ويقول روح البروتوكول والاحتواء والكلام اللي سمعتوه قبل كده ده. أسوأ مواسم الدوري المصري او التحكيم المصري. أسوأ. لكن مش عايزين مثل هذه الايام ترجع تاني وتستغل اللي بيحصل دلوقتي. في اخطاء واضحه ما اقدرش اتكلم واقول، يمكن والله بجد ماتش الاهلي النهارده كابتن البنا رائع. هتقول لي عشان كسبته؟ هقول لك لا، هقول لك النهارده كابتن بنا بكل الطاقم اللي معاه هايلين، ولكن هناك اخطاء واضحه في مباريات اخرى. فدلوقتي طالعين يقول لك ايه، بقى لازم يمشي بريرا، لازم يمشي وبريرا لازم، يعني ايه؟ مش فاهم. احنا كمان زي ما احنا ضد الاخطاء الواضحه اللي بتحصل في كل المباريات الاخرى بالمناسبه، مش بتكلم على ماتش الاهلي، ولكن احنا كمان ضد المؤامره والمخطط اللي فيه البعض بيحاول ان هو يعمله علشان ترجع في الصوره مره تانية وتكون موجوده في منظومه التحكيم. الناس دي خدت التجربه وفشلت يا جماعه، وشفنا معاهم اسوأ ايامنا، مش ايام النادي الاهلي، اسوأ ايام التحكيم. احتواء وروح بروتوكول وكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. شفنا ناس بتغلط النهارده بترجع بكره تحكم الماتش التاني. وشفنا تراجع واضح في مستوى التحكيم، وشفنا مجاملات واضحه. واضحه. فمش مسموح الحقيقه ان احنا نرجع الناس دي تاني. عايز تمشي بريرا؟ هات لنا خبير تحكيم اجنبي. ولكن انا بشوف ان بريرا حتى الان ما عملش حاجه على الارض، مش باين حاجه، ولكن في نفس الوقت هو الراجل ده تالت اسبوع ادوله فرصته، عندنا 10 ايام خلوه ياخد فرصه. هم نفس الشله بتلف في كل البرامج وتقول نفس الكلام، بريرا فاشل، بريرا وحش. انا لا ادافع عن بريرا، ولكن انا مش عايز اللي انا شفته قبل كده كنادي اهلي وكتحكيم مصري ان نصل الى هذا السوء من الـ من الـ من اللي احنا شفناه من سنتين او من ثلاثه. فمن فضل حضراتكم فكروا صح. ما هو كلاتنبرج كان ماشي زي الفل، او شوفوا لنا خبير بنفس المواصفات. مش عايزين نرجع للورا تاني، مش عايزين نرجع لاسماء، يعني مش عايز اتكلم على اسماء بعينها، كلها اسماء والله كلها اسماء محترمه وعلى دماغي من فوق ماليش علاقه، ولكن لا يصلحوا ان هم يكونوا رؤساء للجنه الحكام. احتواء، فار او روح الفار وروح البروتوكول وروح المش عارف ايه، اي كلام بيتقال ونسال هنا ونسال هنا، او بيكلمونا كخبراء بقى فنسال هنا ونسال هنا ونسال هنا، يقول لك مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، يعني ايه روح البروتوكول ويعني ايه روح الفار ويعني ايه روح الكلام اللي كنا بنسمعه والاحتواء ومش الاحتواء والكلام ده كله. شوفوا لنا خبير بنفس المواصفات كلاتنبرج مثلا، بلاش مره تانية
بلاش نرجع لورا لانه ده مهم جدا. طيب